الإيجاز الأمريكي يعد من أفخر وألذ أنواع الإيجاز على مستوى العالم. يزرع الإيجاز الأمريكي في ولايتي أوريغون وواشنطن، حيث تكون العوام المثالية من التربة البركانية والمياه الجبلية النظيفة. فاكهة الإيجاز من أكثر الفواكه المفيدة، فهي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، كما أنها إجمالاً قليلة الوحدات الحرارية وغنية بالألياف الغذائية بالمقارنة مع أنواع الطعام الأخرى، كما أنه غني بالبوتاسيوم والذي يساعد على المحافظة على معدل صحي لضغط الدم. مرحبا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم خاص بالإيجاز. اليوم في معنا ضيفي بهذا البرنامج شيف فرناك. أهلا وسهلا فيكي. هلا فيك شيف ربيع. خلينا نبتدي شيف، نبلش بالتحضير إن شاء الله. أول شيء نجيب التوست. أنا بساعد الشيف فرناك طبعا. شكرا شيف. أعطيني أنا لازم أحمرها صح؟ هي نعم. طب فيكي تشرحي لنا شيف كيف حضرتي زبدة الفستق بكيس؟ زبدة الفستق بس نحطها في خلاط مع شوية خل، أي نوع من الخل، ويا ماي وخشوكتين من زيت الزيتون، ونخلطهم يطلع معنا زبدة الفستق. لسه بده شوية وقت. طبعا مثل ما نعرف شيف فرناك بأنه الإيجاز الأمريكي مشهور جدا في العالم، يعني أمريكا تعتبر من الدول الأقوى بتصدير الإيجاز بنسبة 70% من الإنتاج العالمي. نعم، وأنا صراحة يوم جربت الأكلة فيها وايد حبيتها لأنها وايد ناضجة وطعمها حلو في الأكل. شيف ممكن تعطيني زيت لو سمحت؟ حضرت، تكرم عينيك. تفضلي، أنا رح شيل التوست من هون. شكراً. بنفس المقلاة شيف فرناك راح تقوم بتحمير الإيجاز. شيف ما شاء الله عليك، عندك وايد معلومات مفيدة عن الإيجاز. نعم. الأمريكي. نعم، إيجاز أمريكي. نحن يعني مش بس الشيف لازم يكون عنده معلومات، لازم تكون كمان ست البيت عندها شوية معلومات عن الفاكهة أو عن الأشياء اللي هي عم تطبخها، لأنه بالنهاية في صحة عائلة وفي فوائد راح نحتاجها. فأحينا بنبدأ بنحط الزبدة على التوست. زبدة الفستق. زبدة الفستق، سامحنا. شكرا. زبدة الفستق، زبدة كثير لذيذة، أنا كثير بحبها بالمطبخ. إيه أنا جربتها مع كمثرى الأمريكي، وايد حبيت الطعم لأنها كانت لذيذة. أعطيني أنا بساعدك فيها. رح نحط عليها ثمرة الإيجاز. شكرا كثير لك لهي الوصفه. عفوا شيف، حقيقه انا كثير انبسطت فيكي بهذا البرنامج، يعني قدمتي لنا وصفه سهله وسريعه وايضا معلومه جديده، وانا اتشرفت كوني موجوده معك. بتزينيها بفستق شويه. وصفتنا لليوم اصبحت جاهزه، نورتنا اليوم الشيف فرناك بهذا البرنامج خاص بالإيجاز. استنونا وانتظرونا بحلقات جديده. شكرا كثير لكم واهلا وسهلا فيكي. شكرا شيف ربيع.